في فرنسا تجمع عدد كبير من اللاجئين الذين قاموا ببناء مخيم مؤقت يعرف باسم الغابة في مدينة كاليه، وفي يوم الاثنين اندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية والمهاجرين بعد بدء السلطات إزالة المخيم، هذا وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المهاجرين والناشطين المؤيدين لهم، في حين وصل عمال فرنسيون لبدء إزالة المخيم، هذا وألقى بعض المحتجين الحجارة على رجال الشرطة. وقالت السلطات إنه قد تم إلقاء القبض على 3 أشخاص على الأقل، وتم إضرام النار بالمخيم خلال العملية، في حين قالت السلطات أنه لم يتم حرق سوى جزء صغير منها. هذا وكانت هذه العملية تهدف إلى تقليص عدد اللاجئين. الجدير بالذكر أن المخيم كان موجودا لسنوات عدة في هذه المدينة الساحلية في فرنسا.